في العراق أين تتشابك الطبيعة والمياه تتطور أحداث قصة ذي أهمية حيوية. لقد أثرت التغيرات المناخية على هذه المياه، مما ترك مجتمعاتنا في أمس الحاجة إليها. تعمل منظمة الأغذية والزراعة في العراق على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي متواجدة على الميدان، تعمل جنبا إلى جنب مع المجتمعات المحلية لإحداث التغيير الإيجابي. هنا كل قطرة لها أهميتها، فالماء هو الحياة والماء هو الغذاء. معا نعمل على تعزيز الاستدامة وتحويل الندرة إلى وفرة. تصرفاتكم أيضا يمكن أن تحدث سلسلة من التغييرات حتى لا نترك أي أحد خلف الركب.